مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة الأسبوعية أو الأحوال الجوية المتوقعة للأسبوع القادم. يوم الأحد أجواء حارة نسبيا في النهار في معظم مناطق المملكة، لكنها مغبرة في المناطق الوسطى، والأجواء رايحة تكون تقريبا لطيفة إلى معتدلة أثناء الليل. المناطق الشمالية الغربية 36 العظمى والصغرى 20، المناطق الغربية 35 إلى 25، المناطق الجنوبية 27 إلى 15، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض 26 إلى 22، المناطق الشمالية الشرقية 30 إلى 19، والمناطق الشرقية 32 إلى 20 درجة مئوية. ويوم الاثنين الأجواء المتوقعة، نتوقع ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة وجافة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية 37-18، المناطق الغربية 37-25، المناطق الجنوبية 26 إلى 15، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى 39 إلى 26 درجة مئوية، والمناطق الشمالية الغربية 25 إلى 19، المناطق الشرقية 34 إلى 22 درجة مئوية. أيضا تستمر الأجواء الحارة يوم الثلاثاء، المناطق الشمالية الغربية 35-14، المناطق الغربية 37-24، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئية والعظمى بحدود 26 والصغرى 16، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى بحدود العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية، المناطق الشمالية الشرقية 28 إلى 15، والمناطق الشرقية 36 إلى 25 درجة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة. يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء حارة، والمناطق الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 17، المناطق الغربية 35-24، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا والعظمى 26 والصغرى 16، المناطق الوسطى 40 إلى 25، المناطق الشمالية الغربية 26 إلى 14، والمناطق الشرقية أجواء مشمسة وتظهر بعض السحب والعظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الخميس إن شاء الله هناك انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا، المناطق الشمالية الغربية 32-18، المناطق الغربية 35-25، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا العظمى 26 والصغرى 16، المنطقة الوسطى 37-25، المناطق الشمالية الشرقية 27 إلى 17، والمناطق الشرقية أجواء غائمة جزئيا 32 إلى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم أيضا انخفاض على درجات الحرارة، هناك إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 33 والصغرى 18، المناطق الغربية 36 إلى 25 مع أجواء مشمسة، وأيضا المناطق الجنوبية الغربية أجواء مشمسة والعظمى 26 والصغرى 15، المنطقة الوسطى أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، العظمى 38 والصغرى 22، المناطق الشمالية الشرقية أجواء مشمسة والعظمى 29 والصغرى 15، والمنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة من طقس العرب، وصياما مقبولا إن شاء الله.